أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني. ده واحد من مخازن الأسرار القوية جدا في الصفقات والانطلاقات والتعاملات بين الأندية خلال الفترة اللي فاتت. أنا بتكلم على اسم أصبح مهم جدا خلال الفترة اللي فاتت كوكيل للاعبين بتميز وبنجاح، ومعاه مجموعة كبيرة جدا الحقيقة من اللعيبة كمان اللي ماشية بشكل مميز في الدوري المصري. أنا بتكلم على الكابتن أحمد يحيى اللي مشرفني ومنورني. اهلا وسهلا بك ومساء الفل. مساء الفل الله يرحمه. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله. انت قلقان وانا مش عاجبني الموضوع ده. لا مش قلقان ولا عاجب. لا احنا في قعده انبساط. انت تسيب نفسك خالص ليا. لا انا سايب نفسي. والموضوع هيبقى لطيف خالص. ما تحسبش انت بس حسابات. لا مفيش حسابات. وبص لي بنظره ان انا طيب، ما تبصليش. لا مش هينفع ابص لك انت طيب. لا والله انا طيب. يا اخي ما بتغيرش وجهه نظر الناس عني. لا 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 بص لي بنظره ان انا طيب، ما مش يعني كده خلاص. الناس بتتفرج حاجه ولا واللي بيقعد معاك كده برضو كده برضو ماشي. طيب ابتدي بالتقرير ومن بعد التقرير ايه تشرب شويه ميه وتشرب شويه قهوه كده وبعدين نبتدي. يلا بينا. أصبح وكيل أعمال اللاعبين هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه يكون حلقة الوصل بين اللاعب والإدارة سواء في المفاوضات أو جلب العروض، فعمله دائما يكون خلف الكواليس لا يعلم عنه أحد، لا سيما وأنه يقوم بالعديد من الحسابات الدقيقة قبل اتخاذ أي خطوة للاعب. ومن الأسماء البارزة والمميزة في مجال وكالة اللاعبين داخل مصر يوجد أحمد يحيى، أحد أهم وأبرز الأسماء التي تمتلك وكالة أكثر من 18 لاعبا في مختلف فرق الدوري. ويأتي في مقدمة الأسماء التي يمثلها أحمد يحيى طارق حامد نجم وسط الزمالك، والذي أثير حوله العديد من الأقاويل مؤخرا بوجود العديد من العروض المقدمة له، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي. ومن الأسماء البارزة أيضا والتي يمثلها أحمد يحيى هو أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الصاعد بقوة، والذي عاد إلى القلعة الحمراء بعد فترة إعارة قضاها داخل نادي سموحة ليحجز مكانه في الوقت الحالي في تشكيلة المارد الأحمر مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. كما أنه وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي والذي أعير في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى فريق هاتاي سبور التركي بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق رفقة موسيماني. ليس هذا فقط، بل يعد يحيى وكيلا للاعب مصطفى فتحي والذي رحل عن الزمالك مؤخرا لينتقل إلى صفوف فريق التعاون السعودي مقابل مليون دولار، فضلا عن محمود الونش والذي ارتبط اسمه كثيرا بالرحيل إلى الخليج في الفترة الماضية، بجانب مصطفى محمد الذي انتقل بشكل رسمي إلى جلطة سراي التركي وتلقى العديد من العروض الأوروبية طوال الفترة الأخيرة. ومن بين الأسماء أيضا التي يمتلكها أحمد يحيى عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والذي أصيب مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي للركبة بالإضافة إلى صلاح محسن. ويعد أحمد يحيى أيضا وكيلا للاعب حسين فيصل الذي رحل عن الزمالك مجانا لينتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق سموحة ليقدم أداء مميزا رفقة الفريق السكندري وينضم من خلاله إلى المنتخب. عن آخر تطورات ملف صفقات اللاعبين في الفترة الأخيرة كواليس رحيل كهربا عن الأهلي وما هي تفاصيل عقد مصطفى فتحي مع التعاون السعودي وكواليس رحيله عن الزمالك، موقف طارق حامد الحالي داخل القلعة البيضاء، وهل تلقى اللاعب بالفعل عروضا للرحيل، تفاصيل حالة عمار حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي، وهل كان اللاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوي من أجل المشاركة باستمرار؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أحمد يحيى ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. طيب خلينا ابتدي معاك بقى حبيب الكل مؤمن زكريا، طمنا ومطمن الناس عليه لأن أنت موجود معاه في رحلة العلاج بشكل مستمر، ايه الاخبار؟ بص ان شاء الله يعني قريب يعني الفترة الجاية دي هنسافر انجلترا
مستني كده بس تقرير بيجهز، بعديها ان شاء الله هنسافر للدكتور. احنا كنا المفروض نسافر بس اتعطل السفر بسبب تقرير كده الدكتور بيجهزه، ماشي هنجهزه وان شاء الله هنسافر لانجلترا للدكتور باذن الله يبقى فيه خير. يعني كانت البدايه ازاي؟ عرفته ازاي؟ ايه الواقع بتاع الموضوع الاولاني كده؟ والله بصوا كان شويه يعني هو حس بشويه حاجات كده مش مظبوطه عضليا يعني. تقلصات يعني عضليه ولا؟ لا 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 يعني هو حس ان الباور مش هو بتاع العضله يعني. بعد كده كشفنا هنا في السعوديه، وبعد كده رجعنا بقى على المانيا، وبعد المانيا امريكا، وان شاء الله بقى نروح لندن كده باذن الله قريب. انت كنت معاه في معظم السفريات؟ كله الحمد لله في كل السفريات؟ في كل السفريات. حالته طب النفسيه والمعنويه اخبارها ايه؟ لا لا تمام الحمد لله، الحمد لله كويس الحمد كنت لله. تقول لي قبل ما ندخل بكلمك ومسأل. لسه مكلمني قبل ما يجي على طول. متابعه تمام الدنيا تمام. اسمع من ده لله. حبيبي وحبيب الناس كلها. طبعا ربنا يا رب يتم شفاه على خير ان شاء الله باذن الله. وعايزك ما يعني ما تتحفظش. خلاص خلاص بقى خلاص مش ما في اهو يعني الموضوع هحاول. الموضوع لطيف اهو سهل جدا. انا هحاول. طيب خلينا ابتدي معاك انت، اول صفقه عملتها كانت امتى؟ امتى دي مش فاكر يعني الوقت بالظبط، لكن اول حاجه قويه يعني اول حاجه ابتدت تعمل بومنج بقى كان رزاق وموتيوش الزمالك. رزاق اوكي دي كانت اول حاجه تعمل ضجه يعني. واول كتمنس اخدته بقى من الشغلانه بتاعت وكيل اللعيبه؟ لا والله قعدت كتير قوي مفيش حاجه. مفيش اي حاجه؟ ما كانش فيها في الاول؟ لا ده كان الاول كله خساير و... خساير؟ طبعا بتخزي العيد. لا والله والله بتخزي العيد. لا والله طيب باشا بس خلي بالك هي القصه مش يعني مش كل حاجه فلوس. ده انت لو فضلت تركز في الفلوس بس ماشي مش هتعرف توصل في الاخر لمنطقه اللي تنجح فيها. ان لو كل لو اي علاقه مع حد بقت مبنيه على الفلوس بس دايما هيبقى عندك مشاكل. ان العلاقه هتنتهي بسرعه. طب انت علاقتك مع اللعيبه اللي انت وكيل ليهم بتبقى مبنيه على ايه؟ لا يعني اساسا الشغل بعد شويه بتتطور العلاقه ان احنا بنبقى بقى خلاص اصحاب. فاهم يعني انا في لعيبه معايا من وهي صغيره يعني كهربا احمد الشناوي كل دول كانوا صغيرين. شوف دلوقتي بقى لنا اكتر من 10 12 سنه ما شاء الله. فاهم فالقصه مستحيل يبقى الموضوع مؤمن يعني ناس كده مش عاوز انسى حد يعني. هل لما العلاقه بتبقى تخش في اطار الصداقه خلاص بتنسى موضوع الفلوس فعادي ممكن ما تاخدش فلوس عادي يعني؟ عادي هو الموضوع مش هينفع تبقى يعني اقول لك على حاجه انا مؤمن ده تقريبا بدا معايا الموضوع من الاول من زمان من اول ما انت ابتدي يعني اه طبعا يعني عمرو عارف كواليس بصوا كهربا كده برضو والشناوي الناس دي كلها يعني بتتكلم في زمن زمن يعني بتكلم في الشناوي كان في المصري مؤمن كان في الانتاج ده كان لسه خارج بقى من كهربا كان في امبي انت فاهم خام لسه واخد بدري قوي وفي ناس كتير كده والونش كان في الجيش لكن مش فاكر اول نسبه اخدتها كانت كام. لا 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 خالص مش فاكر. طيب خلينا نروح معاك لطارق حامد. من كام يوم كان ليك مداخله معايا مهمه جدا وجت في توقيت اعتقد انه كان توقيت حاسم جدا لانه قفل الباب لما انت بتطلع تتكلم وانت قليل الكلام وبتطلع تتكلم بلسان طارق حامد في مواضيع معينه كان الكلام مهم جدا جدا في قصه انه طارق حامد بيتمارض او ان هو مش عايز ينزل التدريب او ما الى ذلك واعتقد ان المداخله دي اتت ثمارها. شايف المشهد ازاي في قصه طارق حامد وايه اسباب حاله اللغط اللي حاصله دي؟ هو موضوع غريب جدا يعني عايز اقول لك على حاجه هو طارق ولا الشخصيه دي ولا عمره عمل كده فانا مش عارف ليه الموضوع خد الاتجاه ده وبدون داعي. يعني انت متخيل مثلا لما رئيس النادي بيطلع يقول طارق مصاب وقدامه كام يوم رئيس النادي اللي هو عنده المعلومه من الدكتور عنده المعلومه طبعًا. من اداره الكوره طبعًا. عنده المعلومه ويطلع يقول كده والناس مصره تقول اصل بيتهرب مش فاهم هو لا يعني ايه اللي حصل يخليه يعمل كده ايه المبرر. ف
فاهم؟ مفيش مبرر. ما هو عشان يحصل حاجه لازم يبقى فيها مبرر. أيوة. وانا قلت لك الناس لسه اصلا ما قعدتش، الناس لسه مخلصه انتخابات، ما قعدوش، سفر وماتشات. فانت النهارده لما يبقى في سبب للادعاء الاصابه بناء على ايه بقى؟ راجل قعد بقى ومش عاجبه الموضوع، زعلان، كل ده مش موجود. لانه اصلا القعده وحتى لو ده موجود طارق ما بيعملش كده. طارق مش يعني مش الشخصيه دي خالص. انت تحت الهوا بتقول لي انا ما اعرفش الناس بتجيب الكلام ده منين، طارق تحديدا ما ينفعش يتقال عليه كده يعني. خالص فعلا. خلي بالك اي حد قريب من طارق عارف شخصيته، عارف هو ازاي راجل واضح طارق. بص عاوز حاجه اقولها لك في وشك، ولا هيلف ولا هيدور. هو عدل كده، هيقول لك حاجه اقول لك مش هتمرن، مش هتمرن عشان كذا. مش محتاج يعمل كل القصه دي ويحط نفسه في الـ في الـ في الجو ده. خلي بالك هو حتى ولا بيتكلم ولا بيقول، خلاص هو كده كده راجل شغال وبيخلص القصه اللي هو فيها ومش شاغل باله هو بحد. صحيح. طيب هو دلوقتي مسافر يوم الاربعاء اعتقد مع البعثه، صح كده؟ بص انا لسه يعني المفروض كنا، هو اصلا الترتيبه دي ما كانتش موجوده ان هم المفروض ما كانوش هيرجعوا. كانوا المفروض طالعين من انجولا على طول على المغرب. فانا ما اتكلمتش الصراحه. الكلام ده كله حصل النهارده، ما اتكلمناش النهارده يعني. فمش عارف، لكن اللي انا عارفه من اخر مكالمه ان هو خلاص يعني على وشك انه ينزل الملعب. على وشك انه ينزل الملعب. هل في موقف ما تنساهوش لطارق حامد في انتقاله من سموحه للاهلي للزمالك؟ والله بص طارق يعني بصراحه في قصه الانتقالات دي والعقود، هو بيقول لك الكلمه خلاص يعني. انا فاكر كان هو مش موجود وكان محاول تليفونه وكنا مع استاذ مرتضى في المكتب. ده في التجديد ولا في الشراء؟ لا في اول مره خالص. اول مره خالص في الشراء. كلمته، ما حدش بيعرف يوصل له خالص. كلمته طارق ايه النظام جاي؟ قال لي خلاص انا جاي. كلمه خلي بالك كان طارق ماضي العقود، العقود معايا انا، ما كانش مع حد. كان ماضي عقود معاك. كان ساعتها كان برضو الاهلي كان داخل في الصفقه. فكرني، كان الاهلي داخل في الصفقه. بس هو كان يعني خلاص كان مقرر، يعني كان مقرر الزمالك. فأنا عشان كده بقول لك هو طارق واضح. انا جاي جاي، مش جاي، فاهم قصدي؟ فلما قال لك يعني انا جاي جاي فعلا. عمره ما يعني هو بقول لك عمره ما قال لي حاجه في شغل او بره الشغل، وما يعني هو واضح. طارق جدد للزمالك 3 مرات. انهي مره كانت اصعب مره؟ اللي قبل الاخيره. اللي قبل الاخيره اشمعنى؟ كانت فيها ضغوط جامده جدا جدا يعني. جاله عروض كانت من بره كان لا بص اقول لك على حاجه، هو طارق بقاله تقريبا 4 سنين بيجي له عروض. والله يعني تقريبا ما كانش اكتر يعني 4 سنين بيجي له عروض. بقى الموضوع بالنسبه لنا عادي. طب وانت بتعمل ايه في الموضوع ده؟ يعني لما بيجي له عرض بتقول له ولا ما بتقولوش؟ لا كل حاجه بقولها له. كل بتقول له كل حاجة. وهو يفلتر بقى. طبعا اكبر عرض جاله خلاص، دي حاجات قديمه ينفع تقولها. اكبر عرض جاله من بره. لا مش عارف اقول له. مش لا عادي عادي عادي، ينفع ينفع والله ينفع. بس دي حاجات خلاص حصلت يعني. حتى لو حصلت لا لا جاله حاجات كتيره يعني، جاله حاجات بارقام كبيره ما شاء الله يعني. بارقام كبيره اكتر من اللي باخدها في الزمالك كتير. كم ضعف؟ ما مش هتفرق، ما انت كده كده ما تعرفش هو بياخد كام. ما عشان كده بقول لك كام ضعف. ما عشان كده مش يعني انا مش عارف الرقم، فالناس مش عارفه الرقم. لا يعني ممكن 3 اضعاف. وكان اختياره الزمالك. والفكره نفسها ان هو الراجل مبسوط ومرتاح كده. ده يخلينا اسالك، هل الموضوع صعب في تجديد طارق حامد المره دي ولا لا؟ بص ما فيش تجديد سهل. ما فيش تجديد سهل. لا ماشي، مفيش تجديد سهل. ليه؟ خلي بالك اصل هو الموضوع لعيب ليه طلبات ونادي ليه طلبات. ايوه. عشان توصل لمرحله في النص كده انت جددت. طول ما وصلتش لحاجه في النص مش هيبقى فيه مشكله. لسه القعده دي ما اتفتحتش؟ لا احنا ما قعدناش. لسه ما قعدناش. لا ما قعدناش. في جلسات التفاوض انت اللي بتقعد لوحدك ولا بيبقى معاك طارق؟ لا في يعني في الاغلب في الحاجات في الاول انا بتتكلم، عارف طلبات الراجل ايه وبتتكلم فيها. في حاجات بقى بيبقى محتاجه هو نفسه اللي هو هيقدر ياخد قراره فيها. سيب الحته ديت، اعمل ديت، الناس عايزه يعني. في حاجات طبعا هو محتاج يعني، انا محتاج ان هو يبقى قاعد برضه. الجلسه دي هيتقرر لها امتى؟ عندك معلومه ولا لسه معندكش؟ يعني ان شاء الله اول ما يرجعوا بقى من السفريه دي باذن الله نرتب ونقعد ان شاء الله باذن الله. طيب
عندك اي تعقيب في في ملف طارق؟ لا 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 تمام. شفت الموضوع سهل ازاي يا سيف؟ الدنيا سهله. نروح لكهربا. انت برضو كهربا من اللعيبه اللي معاك. كهربا معاك من ايام امبي بقى. كان اصعب انتقال لي كان من فين؟ من فين لفين؟ لا هو كهربا كل انتقالاته صعبه. كل انتقالاته فيها نوش. مفيش حاجه عند كهربا سهله. ايه اكتر موقف بتفتكر ودايما لكهربا؟ والله لا حاجات كتير يعني. وكهربا خلي بالك من الناس يعني من الناس الكويسه جدا وراجل بصراحه ويعني مش متعب خلي بالك برضو في التفاوض مش متعب يعني. هو بي بي بيسيبني انا مع انا بقول له انا شايف كذا خلاص. هو بي يعني ما بيتناقش معايا كتير بس هو مواقفه كلها مشاكل. مشاكل لا في التفاوض في الانتقالات. في الانتقالات دايما تلاقي انتقاله صعب يعني. مش خلي بالك كل ما اللعيب بيبقى عنده نجوميه وعنده بيبقى انتقال عمر ما الانتقال السهل اللي هو ما حدش حاسس بيه. كل ما الدنيا بتبقى الانتقال لعيب كبير كل ما الانتقال التجديد الحاجات دي كلها بتبقى صعبه. عايز اسالك على قبل ما يمشي من الاهلي معار يخرج لهاتاي ومسجل ما شاء الله والدنيا ماشيه معاه كويس قوي مع هاتاي التركي. كان جاله عروض تانية غير تركيا ولا لا؟ بص هو مش قصة جاله حاجة. هو الفكرة ان النادي ده لما جه كان ماشي تقريبا رابع الدوري والمدرب كان عاوز يعني هو اللي كلمه كمان فكان الديل مش محتاج انه يفكر في اي حاجة تانية يعني. واحد هو ما كانش واخد راحته تماما هنا يعني. فبالنسبة له النادي ده كان مناسب جدا. هو النهارده لعب كان كويس جدا برضو. اتفرجت على الماتش اتغلبوا ضربتين جزاء يعني. هو بس محتاج ياخد وقته طبيعي. فاهم كهربا لعيب كبير يعني. لو خد وقته هتلاقي الدنيا بتتطور. طيب عايز اسالك في جزئيه في عقد كهربا. كهربا اعاره مع بند البيع. نيه البيع ده معناه ان هو احتماليه رجوعه للاهلي قليله جدا جدا لانه لو الناس فعلوا بند الشراء خلاص انتهت القصه. بالظبط. بصوا مش قصه قليله او لا يعني هي قصه في الاخر. ما هو هو عشان يرجع الاهلي لازم النادي التركي ما يفعلش طبعا بس ده برضو هيتوقف على حاجه. ايه هي بقى؟ ان هو لو ملوش رغبه انه يكمل هي الناس مش هتقعده غصب عنه. ماشي. بص هو العقد بيقول ايه؟ بيقول ان إيه ان هو لون وذ اوبشن اعاره بنية البيع. ماشي. ده المفروض ان ما حدش ليه قرار خلاص. انت اول ما فعل بند خلاص انا كده الراجل ده بتاعي. بالظبط. وهحط الفلوس بتاعته خلصت. بالظبط كده. لكن في الاخر مش هيقعدوه غصب عنه. لو هو مش حابب يقعد هيرجع. او حس ان الفرصه في الاهلي الابواب بدات تتفتح هيرجع. بص هو دلوقتي الحمد لله لعب كل ماتشات من ساعه ما راح. فاهم؟ والراجل مقتنع بيه جدا. ها؟ بيلعبوا كل الماتشات. بيلعبوا كل الماتشات. فده مؤشر ان هو الطبيعي هيبقوا عاوزين يفعلوا البند. اخر السنه بقى ايه اللي هيحصل؟ لا لسه مش واضح. جت منين او كواليس الانتقال لتركيا ازاي وتمت في قد ايه؟ واحنا قعدنا تقريبا اسبوعين نتفاوض. اسبوعين بتتفاوض. يعني الناس جت تبعته وشافته ولا لا؟ لا لا هم عارفينه. بص خلي بالك كهربا برضو السي في بتاعه قوي يعني. كهربا انت خلي بالك سنتين سويسرا. انبي زمالك السعوديه اتحاد جده اهلي. السي في برضو بتاع لعيب مش يعني ما حد يبص عليه وسنه صغير. كهربا مواليد 94 ما شاء الله. فاهم؟ فبالنسبه لواحد لعب في كل الدوريات دي حاجه مش محتاج حد بقى يجي يبص عليه. وانا انت فاهم قصدي. فهو الموضوع خلاص. هو المدرب انا عاوز اقول لك الوكيل اللي كلمني من هناك قال لي المدرب انا بعت له كهربا تقريبا 3 الا تلت 3 الا 10 قال لي هاته. ياه. والله للدرجه دي الاقتناع كان سريع جدا جدا. شايف انه اللي حصل من كهربا في مباراه طلائع الجيش ان هو ما سلمش على بيتسو موسيماني هو كان السبب في الجاب اللي حصلت ما بينه وما بين الراجل؟ بص انا مش عارف طبعا المشكله دي سببها ايه بالظبط.
بس انا ما اعتقدش ان لعيب ما يسلمش على مدرب ان عادي. خلي بالك اي لعيب ما بيلعبش يبقى زعلان، اي ما فيش لعيب، بس ضبط الانفعال مهم طبعا. بس هو مش، انا مش شايف ان هو مثلا ما سلمش على مدرب، دي حاجه بره يعني، يعني تقدر تصنفها ان هي مش 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 مسيطر على انفعالاته يعني، زعلان وخرج مشي. انت لو ما حدش سلم عليك عادي ممكن تتضايق اه، بس مش تاخد موقف. طيب هي كانت فكره الرحيل عن النادي الاهلي للاعاره فكرتك ولا فكره كهربا نفسه ان هو عايز يلاقي فرصه يلعب؟ والله احنا الاثنين. انتوا الاثنين؟ هو حس انه فرصه صعبه في الاهلي. هو حاول بصراحه، حاول هو حاول هو حاول وكان ملتزم جدا، وزي ما انت شفت فضل على طول بيخرج بره السكور، ما بيلعبش يعني، ما اثرش اي مشكله. بس هو كان الصراحه كان لازم يعمل كده، كان لازم يخرج الفتره دي. بتتكلم في برضه كهربا مش لعيب صغير يعني، ما لقي نفسه على طول بره، فطبيعي يبقى متضايق. لكن هو دلوقتي على الاقل من ساعه ما راح بيلعب، عامل اسيستات، فاهم يعني. القصه مع الوقت بقى، بقاله كتير برضه ما بيلعبش، فشويه هتلاقي الدنيا ابتدت تتحرك معاه. لو الامور اتغيرت والاهلي قال لك احنا عايزين الراجل بتاعنا، الحل الوحيد انه كهربا يقول للناس هناك انا يا جماعه عايز ارجع للنادي بتاعي؟ ده الحل الوحيد؟ مفيش حل تاني. رغبته بس هي الحل الوحيد؟ هي خلي بالك رغبته مش يعني مش ورق، مش مش منصوص عليها اصلا في العقد، وديه يعني. وديه لكن مش اللي هو احنا مش هنقعدك غصب عنك. بالظبط. ورقي، انا قلت لك كده في الاول، لكن ورقيا لا، مفيش حد عنده الاوبشن ده خالص. مفيش، هم الناس اللي عندهم الاوبشن ده. طيب اروح للعيب تاني، مصطفى محمد. ومصطفى محمد انضمامه وانتقاله لجلاطة سراي اخذ جلبة وهيصة وقصة كبيرة جدا جدا. جات ازاي؟ خاصة انه مصطفى كان عنده نادي من فرنسا، وكان عنده جلاطة سراي، وهو كان اقرب الى النادي الفرنسي الى يعني مدى بعيد، هو نفسه نفسيا كان اقرب. ثم فجأة مرة واحدة حصل المتغير بتاع جلاطة سراي، دخل على الخط، خلص الموضوع. الكواليس. بص، هو موضوع سانت تيان ده هو اللي حصل فيه الازمه بتاعت رئيس النادي. هو شوف، هو في الاخر هو كل حاجه قدر يعني، مقدره قبلها سلف. فهو حتى لما تيجي تبص على الموضوع من بره منطقيا كده، ما يروحش جلطة سراي يعني كفلوس يعني. ما يروحش ايه؟ جلطة سراي. ما يروحش جلطة كفلوس. كفلوس بس في الاخر هو الديل المجمل بتاعه اعلى من سانت تيان في الاخر. لكنه في النهاية أنت شايف أنه برضو قليل على مصطفى؟ والله بص، برضو القصة دي أنا شايفها مش موضوع قليل. الأرقام برضو خلي بالك، النهاردة لما تيجي تبص على الاقتصاد في تركيا، الليرة يعني الليرة سعرها قليل جدا، نزلت. فما ماشي. تيجي تبص على الأرقام دي وتيجي تحول أرقام كبيرة جدا. فهو الموضوع ما بقاش برضو يعني، احنا علينا بنبقى شايفين أن الملايين ارقام عاديه. بس انا لما بقارن مصطفى بقارن بسعره في السوق الاوروبي يعني. يعني هو في السوق الاوروبي، بس خلي بالك هو بيتهيألي يسوى اكتر من كده. تمام. بس هو السعر ده بقى اللي في السوق الاوروبي هيحصل امتى؟ بعد ما مصطفى سافر. هو خلص بكام؟ خلص بكام؟ 2 مليون؟ 2 مليون ولا 1.5؟ 2 مليون يورو. هو يستحق اكتر من كده؟ لا، ما هو 2 ده اعاره بس. انت مش اعاره برضه ب 2 مليون رقم، ب 2 دولار هم رقم يعني مش قليل. طيب الموقف عامل ازاي بالنسبه لمصطفى محمد؟ لان احنا سمعنا برضه كلام الفتره اللي فاتت، الناس بتفكر في اعاده بيعه، في اعاده تسويقه. ده لسه جايب جون. قال لهم الراجل اللي هو المهاجم بتاع الهلال اللي كنت بتكلم معاه، هو جه وبس مصطفى برضه لعب وما شاء الله جاب جون، فاهم؟ هو اكتر واحد تعب في الموضوع يحيى بقى. ليه؟ لا تعب والله جد. والله اشمعنى؟ عشان هو اللي كان بيتفاوض مع الناس هناك. متعبين هناك؟ الموضوع صعب. هو اي حد في اوروبا بيتعامل معاك في في في, في موضوع بتعمله في افريقيا صعب جدا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بيتعامل معاك ان انت سكند ديفيجن، انت درجه تانية يعني؟ لا مش قصه كده، بس هم عندهم الاوبشنز في افريقيا كتير قوي والله، ورخيصه. ارخص من السوق المصري؟ احنا تقريبا اغلى سوق في افريقيا. احنا اغلى سوق في افريقيا؟ اغلى من الجزائر وتونس والمغرب؟ لا يعني بص، سيبك من شمال افريقيا يعني، شمال افريقيا اللي زينا برضو بيطلعوا لعيبه بس برضو يعني. الاغلب
الدول الأفريقية بقى الباقية هي أكبر مورد للعيبة في أوروبا. صحيح. مصطفى عنده عروض؟ آخر السنة بقى هتلاقي الدنيا كلها هتبان. دلوقتي إنما مفيش حاجة مفيش في أصل. بص دلوقتي الدنيا دلوقتي في شهر اتنين. لا بس مثلا بيترفع لك سماعة التليفون، احنا متابعين اللعيب الفلاني، احنا مش هو لعيب برضو خلي بالك يعني. لعيب مش لا مصطفى خلاص بقى دلوقتي لعيب كبير بيلعب في ودولي نادي كبير ومنتخب مصر يعني امور خلاص يعني كده كده لازم هيجي له حاجات، لكن دلوقتي مش في شهر اتنين يعني. شايفه متأقلم هناك مع فاتح تريم ومع الدنيا ولا لا؟ مع فاتح تريم كان وقت ما كان فاتح تريم موجود. مع فاتح تريم كانت الدنيا كويسه. دلوقتي ما بيلعب خلاص يعني بدأ يخش جوه يعني ما شاء الله لسه بقول لك جايب جون. لو انت بتختار له مصطفى محمد، لو انت اللي بتختار له المحطه اللي جايه هتختارها له في انهي دوري من الدوريات، وانت تشوف الراجل بتاعك يبقى فين؟ بص هو انت اي حد بيفكر في لاي لعيب خد خطوه اوريدي في اوروبا الخطوه الثانيه اكيد هيبقى نفسك يروح الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي يعني اكيد فاهم، اي حد يمشي كويس هتبقى انت من جواك بقى عاوز توديه الدوري الانجليزي. هل بقى دي هتبقى افيلبل ولا لا؟ هل اتفتح معاك كلام باي حال من الاحوال عايزين مصطفى محمد يرجع الزمالك تاني بصراحه؟ لا ما هو خلي بالك اصل برضو هو لسه المجلس راجع وكانوا يعني ما قعدناش بقى، انا ما قابلتش حد اللي هو قاعده من بعد الانتخابات ولا في المجالس اللي قبل كده. هو المجلس قبل كده ما كانش ينفع يرجع اصلا، كانش ينفع يرجع. بس هو طبيعي، بص طبيعي لو ده لو الاوبشن ده موجود اكيد هيبقى اي حد بالعقل كده هيبقى عاوزه. بس هو اكيد برضه هو خد خطوه عاوز يكمل، عايز يكمل بره. ما اتفتحش موضوع الزمالك ده؟ لا مع حد دلوقتي لا ما اتفتحش لحد دلوقتي. صح. هنروح لفاصل. انا بقول كده برضه. بدأت تتهنج مني يا شيخ. رايح لفصل وبعد الفصل نكمل حوارنا، يلا بينا. عايز اقول لكم في الفاصل احمد يحيى الدنيا بتبقى بسيطه، وبيقعد وبيتكلم وبتاع ونرجع الهوا بيتحاولوا مقلب وشه كده وراجع لورا ويبقى متحفز. طيب احمد عبد القادر، احمد عبد القادر تقريبا انا اول برنامج يعمل معاه انترفيو وهو في التشيك، ما كانش حد يعرف عنه. انت الوحيد. انا الوحيد لان هو كان في الوقت ده ما كانش الناس عارفه انه في لعيب جامد وموجود في التشيك وكان خارج من النادي الاهلي. حتى انا لما عملت معاه الانترفيو رد الفعل نفسه الناس مين اللعيب، مش مركزين في اللعيب. يمر الوقت وعادي احمد عبد القادر. احمد انت قطعت معاه شوط طويل من تشيك لحد هنا، احكي لنا قصته جت ازاي. هو احمد كان في ناشئين الاهلي وحصل له كده مشكله مع الناس في القطاع ساعتها. ايوه. بقى يعني الوضع صعب شويه فاهم، ان هو يكمل في النادي وجاله اكتر من عرض يعني. فكان يحيى علي جاب له بازل الاول وبعد ما جاله بازل الدنيا اتكعبلت، ما مشيتش مش عشان حاجه يعني. الدنيا في النادي الاهلي الموضوع ما عرفناش نخلص الموضوع. بعدين رحنا التشيك بقى مع في سبارتا. انا شايف ان السنتين دول اللي قعدهم احمد هناك فرقوا معاه جامد جدا. هما ليه كانوا هناك بيقولوا له حمدي؟ لا ده حمدي ده كلمه السر بجد والله، فهمني يعني. لا دي اتكلم فيها بعد الفاصل بقى. لا عايز اعرف يعني. هو اسمه احمد عبد القادر صح؟ بس الشهره بتاعته حمدي. هم هناك كانوا بيقولوا له حمدي يعني. ايوه ما هو عشان طول عمره كده، بس هو ما حدش دلوقتي بيقول له الكلمه دي غير ثلاثه والله. يعني في ثلاثه بس بيقولوا له حمدي. انت واحد منهم. انا واحد منهم. مين تاني؟ وبابا وواحد تالت. واحد تالت خلاص ماشي تمام. ادي ثلاثة بس بيقولوا له حمدي. مش عايز تحكي ايه قصة حمدي دي؟ لا هو بص هو ده هو اسم بابا يعني اسم عمه وبابا طوله من هو صغير بيقول له كده.
بيندهوا اصلا بالاسم ده. فلما جه بقى فلما راح سموحه خلاص بقيت عامل قدر خلاص بقى موضوع حمدي ده مش موجود. بس هو حمدي بس اغلب الناس الصغار اللي طلعوا معاه عارفين ان هو حمدي. رجع زي النادي الاهلي. رجع زي النادي الاهلي. هو كان يعني بص هو ما كانش مبسوط قوي في التشيك. هم بص يعني نوعا ما ما كانوش مدين له فرصه قوي. وانا مش عارف برضو ازاي. فشايف انت ال 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 لعيب لا وكل ده وفي اوروبا ومش شايفين فمش مش عارف شايفينه كمان مش عارف في ايه. فرجعنا لما جينا بقى قال لي خلاص انا يعني الوقت كان ضيق. هو كان جاي له برضه كذا حاجه بره. دوريات ايه بقى؟ دوريات الحاجات القريبه بقى سلوفاكيا الحاجات دي فاهم؟ ماشي. بس هو كان يعني مش عارف ياخد القرار قوي في الحته دي بسبب اللي هو ما كانش مرتاح قوي في التشيك. ماشي. فقال لي خلاص يعني ارجع. كان الوقت ضيق بقى. طبعا الناس اللي بتسمع لعيب في الدوري التشيكي وانت هتجيبه مش عارفين هم شافوهوش. بس بص انا اقول لك على حاجه الصراحه. تعبت اكيد عشان تعرف هو هنا ما فيش طبعا انت بتتكلم بقى بتحكي قصه ما حدش سامعك اصلا. شفت عشان تعرف بس احنا بص في اعلام بيراهن هو يا جماعه يعني الراجل ده احنا عملنا معاه انترفيو ما كانش حد شاف قصته. بس بصراحه الوحيد اللي كان عاوز يتفرج عليه وكان عاوز يخلص الموضوع امير مرتضى. لا والله. والله امير مرتضى. كان عايز يتفرج عليه وهو في تشيك. هو اتفرج عليه ولا كان عاوز ياخده. بتكلم بجد؟ والله. طب وايه اللي حصل؟ مش فاكر والله ساعتها ايه اللي حصل عطل الموضوع شويه. وبعدين كلمت امير توفيق. شرحت له بس القصه اللي حصلت ايه في المشان. فهو الراجل يعني فاهم القصه. هم طبعا بقى هم عارفينه. طبعا خلي بالك بقى, هي دي الفكره برضه. اللي سهلت الموضوع هم كده كده عارفينه وعارفين هو فين امكانياته. هو احمد كان من احسن اللعيبه في سنه. يعني كان احسن لعيب فعلا في 99. فكان الموضوع بقى طبعا اسهل من اي حته ثانيه. بس فخلصنا القصه على طول ورجع. بعد كده بقى طلع عارة. كام يوم بقى كده في التمرين في الاهلي. فاهم مفيش بقى حد واخد باله حش مركز معاه. مش فاهم برضو انا مستغرب ليه ان انا عارف ده. بص احمد ما شاء الله من يا جماعه يعني ده لعيب جامد يا جماعه. لا يعني انا اقول لك على حاجه. انا شايف ان احمد من يعني ان شاء الله يبقى من احسن اللعيبه في مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله عنده امكانيات. ما اعتقدش ان عند كل الناس. لا يعني انا حتى كمان كنت بعلق عليه من كام يوم فقلت الراجل ده خامه مختلفه جدا في التوقيت ده في مصر. يعني القطعه دي في مصر بقت قليله. يعني خلي بالك كمان حتى تفكيره برضه والله هو يعني هو الدنيا محترف عنده. يعني دماغه كوره يعني. دي حقيقه. طيب جات بقى خرج هو. انت بتقول في اول كام يوم في التدريب في الاهلي حاسس ان الناس مش مركزه معاه. فهو بقى مش عاوز بقى يخش في القصه دي تاني. انا لسه مش لا مش هقعد بقى ايه. قال اخرج اللي اسمه اخرج عار. لا هو بص اللي هقول لك على حاجه برده. المهندس فرج بصراحه من الناس اللي عمري ما عرضت عليه لعيب. هو انور شلوفه. عمري ما عرضت عليهم حد وقالوا لي لا. مقتنعين على طول. ف قلت لهم قالوا لي خلاص مش خدوا بقى انفجر بقى مع احمد كابتن احمد سامي. مدرب كبير كابتن احمد سامي. طبعا مدرب كبير جدا طبعًا. طلع طاقات من اللعيبه غير طبيعيه. ظهر معاه بشكل كويس جدا جدا لدرجه انه بيتسو موسيماني اقتنع بيه. بقى عندنا احمد قادر دلوقتي في مصر كلها. طبعا. لا ان شاء الله. بص احمد هيبقى من يعني من الناس اللي هتعمل اضافه في الكوره يعني ان شاء الله. مركز هو مع النادي الاهلي. عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي. بدا يلعب اساسي المباراه اللي فاتت. بدا يلعب اساسي. هو يستاهل بصراحه. يستاهل. بصراحه عامل مجهود و ان شاء الله بقى يعني. ازاي بتقدر تتعامل مع المدرستين من غير ما يبقى في عندك اي غضاضه يعني او المدرستين بيتعاملوا معاك الزمالك والاهلي. احمد عبد القادر ترجعه الاهلي. في الزمالك تخلص فلان عادي يعني. شو هو ده الطبيعي. انا مش يعني شغال يعني في الاخر لحد لنادي بعينه. يعني انا في الاخر بشتغل للاعب. اللاعب وجهته وهو رايح فين والعرض والطلب بالظبط. انا مش لكن انا بتعامل مع اغلب الانديه.
حسب انت في الاخر وانت معاك لعيب كويس هيبقى في نفس الوقت عندك انديه كويسه عاوزاه، فاهم؟ هل فعلا هسيب بقى عبد القادر واروح لجنش، هل فعلا اتفتح كلام انه جنش يرجع الزمالك تاني بعد ما تخلص اعارته في فيوتشر؟ بس هو خلي بالك هو ده المنطقي، يعني ده المنطقي، يعني هو جنش اعاره ف يعني ما اتكلمتش مع حد، بس هو اعاره اعاره هيخلص ويرجع تاني الزمالك. الموضوع اصبح بالنسبه لجنش دلوقتي افضل مما سبق في وقت خروجه. اكيد خلي بالك هو النادي خلاص بقى دلوقتي في ناس فاهمه النادي ماشي ازاي، مستقرين بقى 4 سنين، فالامور بالنسبه للعيبه برضه ما بيبقى عارف هو قاعد في نادي هيتكلم مع مين السنه دي والسنه الجايه، غير بقى انت وانت مش عارف بكره، بيبقى قلق بالنسبه للعيبه. اي حد في شغل غير مستقر هيبقى عنده مشاكل. طيب جنش هيرجع، بتقول لو اعارته خلصت هيرجع تاني الزمالك، في كواليس معينه عايز تحكيها في فكره رحيله من الزمالك لفيوتشر؟ وانه والله بص انا كنت شايف بصراحه ان مشيان جنش من النادي كان فيه ظلم شويه بصراحه، هو ما كانش عايز يمشي. مش موضوع مش عاوز يمشي، يعني الكواليس بتاعت الموضوع غريبه شويه، فاهم؟ وفي الاخر تلاقي ان اللعيب هو اللي محتاج يمشي من النادي عشان المشكله تتحل، حاجه غريبه جدا. وهو ما كان يعني ده على غير رغبته، بس خلاص لازم يمشي عشان خلاص هو كده كده، ما هو هيفضل بقى قاعد وفي مشكله هتفضل بقى مش هتنتهي. محمد عبد المنعم جت قصته ازاي معاك؟ محمد عبد المنعم دي قصه تتحكي، في شهر من لعيب موجود في فيوتشر في الدوري المصري لسه بيتحسس خطواته يعني في التألق، وما عارفش عنه غير المدربين بتوعه اللي افضل مدافع في مصر. بس انا اقول لك على حاجه، اللي متابع محمد من زمان وهو ما شاء الله من اللعيبه الجامده جدا. ما غريبه، ما هو اللي متابع محمد ما هو رجع الاهلي وكان بيخرج. لا بس اقول لك على حاجه، هو بيرجع الاهلي ويخرج، هو اول سنه راح سموحه كان لسه طالع من الناشئين. السنه الثانيه هو الاهلي كان عاوزه يرجع، بس هو كان حاسس ان ممكن يبقى عنده مساحه قليله في اللعب، فهو بصراحه اصر ان هو يخرج يلعب في فيوتشر بقى السنه الثانيه. فيوتشر ما هو قعد سنتين في سموحه، قعد سنتين في سموحه. في السنه الثالثه بقى هم الاهلي كان بقى جاب بدر بنون، بدر وكان بيكهام جه، ويعني كان بقى عنده مدافعين كتير. وبرضه كان نفس الفكره، حاسس ان الفرصه مش هتبقى سهله في اللعبه قوي، هو مش عاوز يقعد، فاهم؟ اي لعيب هيبقى عنده مساحه هي يلعب ويقعد هو الخسران، فاهم؟ فعشان كده هو طلع، وفي الاخر هو يعني هو في الاخر استفاد والاهلي استفاد من الاعاره. انت تخيل بقى لو محمد ما كانش خرج، صحيح كان ايه الاستفادة؟ لا كان لعب في الاهلي ولا كان ظهر مع المنتخب ولا كان كلنا استفدنا الاستفاده ديت بلعيب، نكسب لعيب كويس. بالظبط خلي بالك اي حد كده، بص اتفرج مثلا على شكري في سموحه، باك ليفت من الباكات الكويسه جدا، لو ما كانش شكري راح سموحه كان حد مين اللي هيشوفه؟ صحيح. شكري هيرجع الاهلي تاني؟ بص ما حدش اتكلم معايا في حاجه، هو لعيب برضه بتاعك. ماشي، بس انا شايفه مش كويس جدا. موسيماني بيتابع، انا شايفه مش كويس جدا. ماشي كويس جدا. هو المفروض اعاره برضه مده سنه ولا قد ايه؟ لا هو كان سنتين، السنه اللي فاتت والسنه دي. هو باك شمال، ماشي بشكل كويس، مش كويس جدا. بس بص يعني انا بقول لك هو في لعيب، لو ما كانش طلع اعاره مين اللي كان هيشوفه؟ ما كانش حد هيشوفه. عاوز اقول لك في لعيب لسه، دي مست الاعارات برضه، خد بالك طبعا دي مست الاعارات، ان انا كنادي عندي حاجه، ما عنديش حاجه للعيب دوت وهو زايد عن حاجتي، اخرجه بياخد ويكسب، ظهر كويس تعال. انا بقول لك في بدل ما كنت ببيع، يعني اقصد بدل ما كانت السياسه عند الانديه اسيب او ابيع، لا دلوقتي هو بيرجع لك تاني. يعني ما انا بقول لك انت بالظبط، زي ما بقول لك في لعيب تسيبه مكانه يفضل ما بياخدش مساحه في اللعب، ما بيلعبش، في الاخر بيجي له وقت انت بتقولي ده مش مفيد بتمشيه، فاهم؟ مع العكس لو خرجته يلعب بياخد مساحة، انت بتكسب وهو بيكسب. بالظبط كل الناس بتستفاد. شكري ما حدش كلمك عليه؟ شكري اللي هو الباك شمال بتاع، لا لا لسه لسه ما حدش كلمك عليه؟ ما جالوش عروض؟ لا خلي بالك بس شكري لسه يعني بيقول يا هادي،
لا هو السنه اللي فاتت كان كويس قوي بس محدش واخد باله منه. السنه دي بقى ابتدت الناس تركز معاه شويه. مصطفى فتحي قصته جت ازاي؟ ان هو ما جددش في الزمالك وان هو يمشي وفضل الموضوع لحد اللحظات الاخيره وهو ماشي ما شاء الله ما شاء الله بشكل كويس في التعاون ده. بص هو مصطفى انت عارف الناس في التعاون كانت متمسكه بيه جدا. المدرب بتاعه دلوقتي هو مدربه في اول مره راح فيها التعاون فكان متمسك بالموضوع جدا. ايوه وزي ما انت شايف بص هو يعني هو الراجل حاسس لقى نفسه. لا هو الراجل كمان مدرب حاسس ان هو تمسك بالاختيار الصح بالاختيار السليم. فارق معاه جدا مصطفى وفي نفس الوقت الديل يعني شايفه ديل كويس جدا. يعني نادي الزمالك استفاد. تخيل انت بتبيع لعيب بقى في عقده 6 شهور بمليون رقم بمليون ونص مليون بمليون دولار انت وهو ماشي اصلا خلاص ماشي انت فاهم يعني كمان كام شهر هو اصلا ينفع يمضي دلوقتي بدون مقابل بس هيجي لهم بدايه الموسم الجاي هو محتاجه دلوقتي. حلو ماشي انتوا برافو عليكم يعني حلو بس عذرك هو نادي الزمالك في الاخر ادار الموضوع بذكاء بالذكاء طلع فلوس كويسه ليه واللعيب خرج حقق اللي هو كل عايز. الناس استفادت. طيب هو بيع نهائي نهائي بيع نهائي عقده بقى لمده قد ايه؟ ثلاث سنين. ايه كانت المشكله اللي حصلت فجاه مره واحده وقلنا لا الحق ده الموضوع بيبوظ ومصطفى مش رايح؟ بص هي القصه بس ان هم احنا عندنا نظام وهم عندهم نظام. القصه بس لخبطه كده في ايه الترتيبات لخبطه في الترتيبات ولا البعض قال لك لما تعلن السعر لا مش السعر بس الاعلان عموما يعني ما يعني عموما عمل لهم مشكله شويه هنا والله. ما بص كل سوق ولو كل سوق ولو نظام ولو كانوا عاوزين هم مثلا الامور تدار من عندهم الاول الاعلام من عندهم الاول في تفاصيل مش عاوزين يقولوها بس في نفس الوقت هو نادي الزمالك كان محتاج يعلن ويقول تفاصيل عشان يقول المبرر اللي ليه مشى مصطفى عشان وده حقيقي وده مهم. طب دلوقتي لو مصطفى فتحي مشي من التعاون هل في حاجه في عقده تقول انه لو رجع مصر يلعب في الزمالك ولا مفيش حاجه تلزمه بكده؟ لا مفيش حاجه تلزمه بكده. لا لا بس هو مصطفى خلي بالك من يعني هو بيحب نادي الزمالك يعني مصطفى بيحب نادي الزمالك ما اعتقدش يعني لما يجي يرجع هيبقى يعني المفروض حسب العروض اللي هتتقدم طبيعي ان نادي الزمالك هيبقى بيقدم له حاجه كويسه برضو اعتقد هيبقى الاولويه لنادي الزمالك. ناصر منسي من الشمس للداخليه لبيراميدز رحله برضو. لا ناصر من خلي بالك ناصر ده انا بالنسبه لي من 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 احسن الفراوده. كلام كتير الفتره اللي فاتت ارتبط بالزمالك ناصر رايح الزمالك ناصر كذا قصته خلي بالك لو الكود مش موقوف في الزمالك كان ناصر راح الزمالك والله. كانوا بيخلصوا فيه قبل ما سألت القيد. بص برضو امير مرتضى مقتنع بناصر جدا والله. يعني ده معناه انه لما القيد يتفتح ده ممكن يكون من ضمن صفقات الزمالك. وارد كارتيرون عايز اللعيب. ما اعرفش كارتيرون يعني ما اتكلمتش معاه بس امير كان مهتم انه يخلص الموضوع بصراحه. كان مهتم انه يخلص الموضوع. وناصر خلي بالك تقريبا انديه الدوري كلها كلمتني عليه. انديه الدوري تقريبا يعني ما فيش حد ما كلمنيش عليه. هو ايه عايز ايه؟ هو كان عاوز يروح البنك الاهلي. هو كان عايز يروح البنك الاهلي. ده اجابه ذكيه جدا. هو كان عايز يروح فين؟ والله كان عاوز يروح البنك الاهلي بقى. اشمعنى؟ بص هو الكابتن خالد جلال كان متمسك بيه جدا. لما قفل الزمالك فبقى فيها مجموعه اختيارات تانية. بص هو بقول لك كل الناس يعني انا بقول لك كل يوم بيكلمني حد على ناصر. انا عاوز ناصر فاهم؟ بس هو خلاص بقى هو كان بالنسبه له شايف ان الجو في البنك الاهلي بالنسبه له مناسب. هو بقى قعد قد ايه مع البنك؟ ثلاث سنين. ماشي نروح لفاصل؟ اتفضل يا باشا. وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بص الوقت عمال يجري وعندي لعيبه كتير عايز اسالك فيها يعني قبل ما اروح للصبوره. فتوح عمل بطوله سوبر. طبعا جاله عروض ولا لا؟ يعني 100% هيجي له ان شاء الله. 100% هيجي له طبعا. انا بقول لك هو الوقت ده مش وقت عروض يعني
هو كان جاي له حاجه قبل البطوله، فما بالك بقى يعني بعد البطوله دي، ما شاء الله عمل بطوله كويسه قوي. ما حدش اتكلم عليه في الوقت ده خالص؟ لا طبعا في ناس يعني خلاص الناس بقى بتتابع لا طبعا يعني اتكلموا، لكن لسه مساله طرح او تقديم عروض مش دلوقتي. بالظبط. انديه في اوروبا؟ اه طبعا انديه في اوروبا. حاجه انديه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ناصر ماهر اخباره ايه؟ ناصر ماهر ده من بص انا الماتش اللي فات وانا بتفرج على الماتش، بص عارف انت ليه عاوز انزل بيعمل حاجات غريبه في الكوره. ايوه بصراحه حاجات استقر بيه المقام. اه خلاص. طب هو ايه سر ان هو مشي من الاهلي؟ يعني هل هو برضو فكره ان هو ما كانش بيلعب ده كده، ولا كان في حاجه تانية؟ عشان هو راجع من موسمين من سموحه مكسر الدنيا، وفجاه من لعيب ما بيلعبش خالص وبدون يعني بالنسبه له هو مش شايف في مبرر. انت شايف النصر لما بيلعب عامل ازاي؟ لعيب هايل طبعا، لعيب هايل. امام عاشور عقده فاضل له فيه قد ايه مع الزمالك؟ امام بالسنه دي ثلاثة. من السنه دي ثلاثة. اموره مستقره، هي ما فيهاش لا لا لا، بس ان شاء الله برضو خلي بالك امام باذن الله برضو من الناس اللي ان شاء الله يجي لها عروض قريب باذن الله. ما تقوليش مين اللي هيجي لها عروض، ما تبقاش عندك حاجه وتخبيها. هل في حد اتكلم لا لا على ما دلوقتي إمام؟ لا ما دلوقتي لا، برضو بنتكلم كلام حاجه والعرض حاجه تانية. لا هو امام جاله عرضين وقت لجنه اللي هو عماد عبد العزيز وهم رفضوا. فانا شايف ان هو الفتره الجايه بعد الاداء اللي هو عامله ده في بطوله افريقيا. عروض جات له منين؟ بره مصر؟ اه السعوديه ولا اوروبا؟ لا البرتغال. برتغال. فانا اعتقد ان هو لو فضل مكمل كده مع المنتخب ان شاء الله يجي له حاجه كويسه برضه ان شاء الله باذن الله. يلا بينا على السبوره. ماشي يلا. اللي فات بقى كان سهل جدا، اللي جاي اسهل بكتير. سهل ان شاء الله. اللي جاي اسهل بكتير، يلا بينا. بص حط لك 40,000 سؤال. رغبة مصطفى محمد العودة للزمالك بنهاية الموسم الحالي، نعم أم لا؟ لا. لا. اللي بعده. انتقال كهربا للأهلي أثر على علاقتي بنادي الزمالك، نعم ولا لا؟ لا. فكرت كتير. لا ما فكرتش. فكرت كتير. لا. ها؟ أثر؟ لا لا لا. لا. زعل الناس شوية؟ يعني علاقتي بالناس كويسه بصراحه، بس زعل الناس منك شويه. ينفع تقول اجابه في النص زعل الناس بس انا علاقتي بقت كويسه؟ بس انا هقول لك اصل في الاخر هو القرار دايما قرار اللعيب، مش انا اللي بقول للعيب روح هنا او روح هنا. انا في الاخر بقول له والله انا رايي كذا، هو بقى شايف حاجه تانية. انا مش ما انا عادي ممكن اقول له خلاص مش يعني هروح لوحدي. انت فاهم قصدي؟ اللي بعده. كهربا سيعود للاهلي بعد انتهاء اعارته في حال استمرار موسيماني، نعم ام لا؟ بص هو قصه كهربا يرجع الاهلي بعد انتهاء اعارته ده طبيعي لو النادي مش هياخده، سواء بقى موسيماني موجود او مش موجود، دي قصه ملهاش علاقه. اللي بعده. اذا انصفت المحكمه الرياضيه الزمالك ضد كهربا يتحمل اللاعب الغرامه وليس الاهلي، نعم ام لا؟ لا دي بقى قصه يعني مش عارف هتمشي ازاي لسه. ما تعرفش؟ لا ما اعرفش هتمشي ازاي، يعني حاجه لسه ما تحصل بقى يحلها ربنا. ماشي. لكن ما فيش اتفاق، يعني هو اللاعب بينضم للاهلي ما كانش فيه اتفاق مين هيتحمل اي غرامه؟ لا لا ما كانش فيه اتفاق. اللي بعده. طارق حامد تلقى عروضا خارجيه سابقه بقيمه 50 مليون جنيه سنويا، نعم ام لا؟ لا يعني مفيش ارقام يعني، لكن طبعا بيجي له عروض كويسه. ماشي يبقى نعم بس تشيل الارقام. اللي بعده. طارق حامد طلب الحصول على 25 مليون جنيه من اجل تجديد تعاقده مع الزمالك، نعم ام لا؟ ده امتى بقى؟ لا يعني في الوقت ده دلوقتي. ما انا قلت لك هو ما عادش مع حد. ما عادش مع حد. لا. يبقى؟ لا. لا. طارق يمتلك عرضا حاليا من الدوري السعودي بقيمه 1,700,000 دولار سنويا. هو لا يعني الرقم قليل. رقم قليل. هو بيمتلك عرض. لا يعني هو على طول العروض اللي بتجيله اكتر من كده. طب هو عنده دلوقتي يعني
ما انا بقول لك على طول عنده، على طول عنده بس مش بالرقم ده، الرقم ده قليل بالنسبه لطارق. ماشي اللي بعده. الموضوع سهل يا اخويا، مش موضوع سهل، الموضوع كتير قوي. طارق حامد ها. خلاص السؤال اللي جاي مش على طارق. بيراميدز طلب التعاقد مع الونش من الزمالك قبل تجديد تعاقده ولا لا؟ بصوا طبيعي يعني. نعم طبيعي. بس هو الونش مع عقده ما كانش خلصان. بيراميدز طلبه وعقده ما كانش خلصان؟ لا يعني هو الونش عقده ما كانش يعني الونش من ساعه ما راح الزمالك عقده ما خلصش. احنا بنجدد وبنغير وعقده ما خلصش ومكمل. هو فاضل له قد ايه في عقده؟ احنا لسه مجددين السنه دي. لسه مجددين صحيح. ماشي مدله يعني. ماشي اللي بعده. ناصر ماهر ظلم في الاهلي؟ نعم عملها طبعا. الزمالك كان يرغب في التعاقد مع ناصر منسي؟ طبعا. ناصر منسي فضل الانتقال للبنك الاهلي عن البقاء في بيراميدز؟ احمد عبد القادر رغبته الاساسيه الاحتراف في اوروبا؟ اكيد دلوقتي. اكيد ولا الاستمرار مع الاهلي؟ لا اكيد هيبقى عاوز يحترف. عايز يحترف. ماشي اللي بعده. مصطفى فتحي قصر في حق نفسه كتير وكان يستحق اللعب في اوروبا؟ لا ما قصرش خالص، هو الظروف بس اللي ما ساعدتوش. ماشي بلا. اللي بعده. فتوح تلقى عرضا من ميلان الايطالي؟ نعم ام لا؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه من ميلان وصلت؟ يعني قلت لك هو مفيش يعني. ماشي. الوقت ماشي. مش وقت عروض خالص. ماشي بلا. اللي بعده. أسامة جلال كان يرغب في الانضمام للزمالك قبل الانتقال الى بيراميدز؟ نعم ام لا؟ بصوا أسامة جاله ما شاء الله يا احمد ما شاء الله يعني ما فيش لعيب معاك كسر الحمد لله. بصوا أسامة كان جاي له. انت اللي بتختار اللعيبه ولا اللعيبه اللي بتختارك؟ والله مش انا اللي يعني مش انا بس يعني انا معايا ناس تيم كلهم بيتعبوا بصراحه يعني. عبد الرحمن جادو ومعتز حسن كلهم كل واحد بقى بيعمل يعني في اللعيبه دي كلها كل واحد من الناس دي عمل فيه شغل مجهود. اسامه كان عايز يروح الزمالك؟ بص هو اسامه جاله كذا حاجه بس هو اكتر نادي اتحرك وكنسل. احنا خلصنا اسامه في اخر يوم في القيد. انا فاكر. فهو النادي اللي كان بيراميدز. كان اسرع في التحرك هو بيراميدز. ماشي يبقى لا يعني. اللي بعده. الزمالك تواصل او تواصل مع جنش للعوده للفريق في بدايه الموسم المقبل؟ نعم ام لا؟ بص مع جنش وارد. انا يعني مش انا بتكلم عليا انا، ما حدش كلمني انا، بس وارد يكونوا كلموا جنش. وارد يكون ان هو جنش علاقته بالناس كويسه يعني. وارد يكون في كلام. نديها ايه؟ نعم. نديها نعم. نديها. اللي بعده. محمد عبد العاطي زملكاوي وكان يتمنى الانضمام للزمالك؟ بص قصه زملكاوي واهلاوي دي في انتقال لعيبه انا شايفها مش منطقيه خالص. ماشي. لكن اي لعيب طبيعي يبقى عاوز يروح الاهلي والزمالك. وعبد العاطي من الناس اللي جاله اكتر من مره نادي الزمالك. وعبد العاطي خلي بالك من الناس اللعيبه الكبيره يعني. يعني لو حد متابعه ومركز معاه عامل ماتشات جامده جدا. يبقى نعم بس من غير زملكاوي يعني؟ من غير زملكاوي. ماشي ماشي. اللي بعده. مروان حمدي لن يعود الى الزمالك بنهايه الموسم؟ ليه؟ الراجل جايب 5 تجوان اهو ما شاء الله. من الزمالك اتكلم عليه؟ لا ما انا بقول لك انا لسه ما يعني ما حصلش اي تواصل بيني وبين الناس. انا لسه ما فيش. الاسبوع اللي فات وسافروا. لكن خلي بالك شوف تقريبا اكتر حد في الدوري جايب 5 تجوان ومروان منهم. ماشي يبقى ليه لا يعني. ماشي اللي بعده. حسين فيصل ليس لديه مانع من اللعب في الاهلي؟ حسين برضو من اللعيبه اللي تبعك. بس هو لو جاله عرض من النادي الاهلي بس اعتقد هيبقى مين ممكن يجي له النادي الاهلي او الزمالك يقول لا؟ لو جاله عرض من الاهلي بس هيروح. طب لو الاهلي والزمالك ممكن مش عارف يعني هيفكر يحسبها ازاي. بس ممكن يبقى ليه رغبه شويه مش عارف. لكن هو في الاخر لو جاله الاهلي بس ليه رغبه شويه في الزمالك؟ لا اقول لك ايه يعني هو لو جاله الاهلي بس
اكيد هيروح. ماشي. لو جاله اهلي وزمالك اكيد هيفكر. اكيد هيفكر. اللي بعده، كنت السبب في عودة اوباما للزمالك في جلسة الفجر. ايه القصة؟ لا كان اوباما في دجلة والعقد خلص يعني، وبعدين اتقابلنا مع احمد مرتضى الفجر وخلصنا الموضوع قبل ما النهار يطلع كده تقريبا. بجد والله؟ انا فاكر احمد مرتضى كان كاتب الارقام على سبوره كده تقريبا، معايا الصوره لحد دلوقتي. الارقام بتاعت التعاقد. اوباما جاله عروض الفتره اللي فاتت ولا؟ والله مش يعني اوباما مش شغال معايا دلوقتي. مش شغال معاك دلوقتي؟ لا. ماشي. اللي بعده، رفضنا العديد من العروض الاوروبيه لعبد المنعم بعد كاس الامم. لا لا ما جاش حاجه. لا لسه ان شاء الله اخر السنه باذن الله. لاعب كنت بتمنى ان انت تبقى وكيله، صلاح، حجازي، تريزيجيه. الثلاثه طبعا، اللي يقول غير كده شغل برضو اليورو مختلف. ها لا لعيبه كبيره طبعا. ماشي. اللي بعد، اكتر لاعب بيتعبك في الاقناع، اي واحد من الثلاث اسماء او اي اسم رابع مش موجود بقى انت عايز تقوله بقى تنكشه كده على الهواء، كهربا ولا فتوح ولا مصطفى؟ مين؟ لا الثلاثه مفيش مشكله. لا لا مين؟ طب مين؟ طب مين؟ مين مش موجود هنا جه في دماغك كده ممكن صعب ان انت؟ صلاح محسن. صلاح محسن. اكتر نادي دفع عقد لاعب معاك كان الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز؟ اشترى لعيب انت كنت وكيله برقم من النادي بتاعه. الاهلي. الاهلي. صلاح محسن. صلاح محسن. اللي بعده، صفقه تمنيت القيام بيها، بن شرقي للزمالك، رمضان لبيراميدز، حسين شحات للاهلي. اعتقد اشرف. اشرف بن شرقي للزمالك. ورمضان برضه لعيب كبير يعني. اللي بعده، اغلى صفقه عملتها، صلاح للاهلي، مصطفى لجلاطة سراي، كهربا لاتحاد جده. لا بقى مصطفى. مصطفى. اللي بعده، الاكثر انتصارا في الصفقات على منافسيه في الثلاث سنوات، اهلي، زمالك، بيراميدز، من وجهه نظرك. لا هو انت مش هينفع تدخل الثلاثه مع بعض. يعني هو الاهلي والزمالك يعني الثلاث سنين، لا صعب ثلاث سنين. هو الاهلي والزمالك ثلاث سنين، وخلي بالك من ساعه ما يعني مرتضى مسك الزمالك الموضوع اختلف جامد يعني ما بين الاهلي والزمالك. يعني اهلي وزمالك راحه يعني راحه جايه، مش هتقدر تقول ان هو ثلاث سنين حد. فبتختار يعني الاثنين اهلي وزمالك. ماشي. اللي بعده، اصعب صفقه قمت بها، صلاح محسن للاهلي، مصطفى الجلاطة سراي، كهربا للاهلي. لا صلاح. صلاح صفقة صعبة جدا الصراحة. والله كان فيها شغل كتير. صراحة متعب على طول. انت بالنسبة لك انت كنت وكيل صلاح، انت حسب الوجهة اللي كان عايزها اللاعب وهو كان عايزها. انا قلت لك هو اكتر واحد تعب في موضوع مصطفى ده يحيى مش انا. لا انا بتكلم على صلاح. صلاح محسن. لا انا بقول لك عشان انت بتقول اصعب صفقه ولا مش هقدر اقول مصطفى أنا. مش انت. مش هقدر اقول لك. صلاح. صلاح تعبت عشان خاطر الاهلي والزمالك كانوا داخلين فيه جامد يعني. بص اقول لك على حاجه، انا صلاح لحد اخر دقيقه ما كنتش متخيل ان الديل هيتعمل بالرقم ده. ما كنتش متخيل؟ لا خالص. باقل ما كنتش متخيل الاهلي ممكن يدفع الرقم ده بصراحه. 40 مليون. خلي بالك اصل الرقم ده كان رقم يعني غريب وقتها، مرعب. اللي بعده، اكتر لاعب بتحترم تفكيره من اللعيبه اللي معاك. وانت نقيت الثلاثه يعني ناصر ماهر وطارق حامد واحمد عبد القادر، مين الثلاثه بصراحه؟ طب رتبهم لي برضو يعني. طارق برضو، بص طارق مختلف شويه طبعا. واحمد وناصر الاثنين بصراحه من الناس العاقله جدا يعني. يبقى طارق الاول ولا خلينا بقى بالسن يعني؟ طارق بس. يعني هو طارق. لا مش هنقول طارق بس برضه، هما الثلاثه يعني طارق وناصر بعدين احمد عبد القادر كده، دي الترتيبه. يعني هنقول طارق طبعا وناصر سنا عن احمد، اللي هما الاثنين بصراحه تفكيرهم كويس قوي.
اللي بعده، لاعب بتتوقع احترافه، فتوح عبد المنعم، عبد القادر مع نهايه الثلاثه الموسم. الثلاثه هيخرجوا اخر الموسم اتمنى. اللي جاي اخر سؤال، اكتر مدير فني وشه حلو عليك وممكن تحط اي اسم رابع موجود، احمد سامي، حلمي طولان، علاء عبد العال، او اي اسم. لا هو كابتن احمد سامي وكابتن علاء عبد العال الاثنين بصراحه يعني عمري ما وديت لهم حد وقالوا لي لا، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت اللعيبه كلها الحمد لله بتروح بتتوفق معاهم جامد. ما خلاص يبقى سبوره في لا يا راجل ده حاجه صعبه قوي. والحلقه خلصت، الموضوع خلص والله. والله انت شرفتنا ونورتنا. انا بتشرف بيك، كنت شخص محترم جدا الحقيقه يعني، وارجو ما كنتش اثقلت عليك، وانا عارف ان انت عيني محمل باعباء ومسؤوليات، عمال تفكر يا عيني في كل الدنيا دلوقتي انت بتجاوب، انا عارف، بس عدت ايه مرت بسلام الحمد لله يعني. تمام، وانا بشكرك شكرا جزيلا، انت شرفتنا ونورتنا، بشكرك ليك. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر عامل بكام، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على خير، سلام عليكم.